شهادة هامة لشاهد عيان قيل أنه ظهر في يوم الحادث ثم اختفى بعد ذلك لفترة طويلة. مكثنا فترة طويلة للبحث والتنقيب عن مكانه حتى وصلنا إليه ليكشف لنا عن شهادته في قضية مقتل الدكتور أشرف مروان. هل لديك معلومات عن حادث وفاة الدكتور أشرف مروان؟ نعم، حدث هذا في لندن. نعم، أنا رأيت هذا بنفسي، رأيت عبر النافذة جسد أشرف مروان وهو يطير من شرفة منزله إلى الأرض، ورأيت ماذا حدث. ماذا رأيت؟ كنا في انتظار الدكتور مروان في هذا الوقت، حيث كان لدينا اجتماع مهم لشركتنا بمبنى المديرين بقلب لندن، ثم سمعت من يقول انظروا ماذا يفعل الدكتور مروان. توجهت إلى النافذة ورأيت جسد مروان يطير في الهواء لمدة ثانيتين فقط، ولكنني لم أره وهو ملقى على الأرض، حيث حجبت الأشجار الموجودة بحديقة المنزل الرؤية تماما، فلم أستطع رؤية أي شيء آخر من موقعي. ثم رأيت سيارات الإسعاف وأيضا سيارات الشرطة التي هرعت على الفور إلى مكان الحادث لتقوم بإنقاذه، حيث كان ملقى على أرض الحديقة. ثم توجه اثنين من المديرين إلى المكان الذي كانت تركض به جثة مروان، بينما جلس ثلاثة من بيننا في صالة الاجتماعات في انتظار أن يسألنا البوليس، وبعد ذلك لم أرى بالفعل ما كان يحدث بالشارع أو ما كانوا يفعلوا بالجثة في محاولة لإنقاذه. ولكن بعد 5 أو 10 دقائق قاموا بتغطية جثة الدكتور أشرف مروان، حيث تأكدوا تماما أنه توفى وتأكدوا من الوفاة، ولم يقم أحد باستجوابي أنا وزملائي الذين كانوا معي. وبعد وقت قليل قمنا بمغادرة المبنى. إنها تجربة صادمة بالنسبة إلي. أحد الشهود الذين كانوا موجودين بالمبنى المقابل لمبنى دكتور أشرف مروان قال أنه حسب المعلومات التي وصلتني قال أنه رأى شخصين يحملون ملامح شعوب البحر المتوسط يطلون من شرفة أشرف مروان بعد وفاته. هذه الشهادة ستكون هامة جدا، لأنها على ما أعتقد ستساعد في سير القضية، وبالتأكيد سوف تساعد على اكتشاف ما إذا كان دكتور أشرف مروان قد قتل أم أنها مجرد عملية انتحار. هل رأيت شيئا غريبا في شرف الدكتور مروان؟ في هذا الوقت لم أكن أدرك ما هو مهم وما هو غير مهم، ولكن عندما نظرت من النافذة بعد عدة دقائق من وقوع الحادث رأيت شخصين يقفان في الشرفة وينظران إلى أسفل، ربما يكون فقط ينظران إلى أسفل وربما لا، ولكن عندما فكرت مرة أخرى رأيت أن ما حدث شيء غريب، ولكن قد يكون أحد أفراد